الجنرال الفرنسي مارسيل بيجار، واللي كلفته قيادة الجيش الفرنسي بالقضاء على الثورة الجزائرية في جبال الأوراس عام 1955، كان دايما بيقول: لا تكتفي بقتل الذئب فقط، بل اقتل معه زوجته وجراؤه، لأنهم جميعا يريدون افتراس خرافة. ما اكتفاش بقتل المنتمين لجيش التحرير الوطني، بل إنه كان بيقوم بقتل أطفالهم وزوجتهم وكل قرايبهم في قرى جبال الأوراس. وأحيان تانية كتير كان بيجمع عائلات كاملة في أفران جير كبيرة ويقوم بحرقهم، لحد ما لقبوا فلاحين الجزائريين بهتلر الفرنسي. كان بيتبع دايما أساليب وحشية مع أهل القرى عشان يدوهم معلومات عن المنتمين لجبهة التحرير وأماكن تخزين السلاح، وده كان عن طريق التهديد باغتصاب زوجتهم قدام عيونهم وأخذ أخواتهم عبيد في المعسكرات الفرنسية.